بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي أتوجه بجزيل الشكر للهيئة العامة للاعتماد والرقابة وممثلها أستاذنا معالي الدكتور الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل وأستاذنا الدكتور عبد المعطي حسين رئيس جمعية الجراحين المصرية، وعلى إتاحة الفرصة لنا لأن احنا نكون متواجدين بالدعم ومشاركة النجاح في هذه المبادرة، مبادرة لا للجريطات الوريدية. الحقيقة ده بيمثل بالنسبة لنا دور أساسي كشركة عالمية موجودة على أرض مصر لمدة 60 سنة ومجهودات 1200 موظف بيشتغلوا كل يوم لمصلحة وخدمة المريض المصري، بجانب دورنا الأساسي لتوفير العلاجات الحديثة والأدوية الأساسية لرعاية المرضى ورفع كفاءة الخدمة الصحية. أكيد كلنا بنفخر وبنسعد لما بنكون موجودين لدعم والمشاركة في مبادرات هدفها الأساسي هو رفع كفاءة الخدمة الصحية وتوفير أحسن الخدمات للمريض المصري. النهاردة ده بالنسبة لنا بيمثل يوم بنقدر نأكد فيه على أهمية الشراكة ما بين القطاع الخاص والشركات العالمية الموجودة على أرض مصر لتحقيق هذه الأهداف، وإن شاء الله بإذن الله توفير كل السبل لدعم خدمات التنمية المستدامة وجهود التنمية المستدامة الموجودة على أرض مصر. كل التوفيق للمبادرة، وإن شاء الله بإذن الله نشهد نجاحات مستقبلية في المراحل القادمة، وربنا إن شاء الله بإذن الله يساعدنا كلنا إن احنا نتم هذه المبادرة بكل أهدافها على كل خير. ألف شكر.